لو الحكاية فيها إن فيتو الأدوار الأساسية للدولة وهي دور وهي حق لكل المواطنين، مش بس حق للفقراء والمهمشين، كل مواطن له الحق في أن يشعر أن هناك دولة قوية تحميه وترعاه وتنفذ القانون على الجميع. أتصور أن وجود السياسات والتشريعات اللي حضرتك ذكرتها هو أيضا ضرورة وأساس، ولكنها غير كافية، لأن وجود التشريعات والسياسات مهم، ولكن أيضا تطبيق هذه السياسات والقوانين على الجميع أهم من مجرد وجود. فهنا بتكلم تاني عن الحماية الاجتماعية حق للمواطنين، ولكن في فرق ما بين الرعاية والحماية اللي هي حق لكل المواطنين لفترة محددة ولفئة محددة في توقيت محدد وبهدف محدد، وما بين الاعتمادية والتواكل على الدولة وتحملها أدوار كثيرة جدا ليست كلها من أدوار الدولة وليست كلها من أدوار الحكومة، إذا كنا بنتكلم عن انطلاق اقتصادي وعن اقتصاد السوق القرب المتوازن اللي احنا عايزين نشوفه. قانون جديد لمجلس النواب عشان يصدره، قانون الجمعيات الأهلية يمكنها من أداء دورها، يمكنها من استثمار القوى البشرية والموارد المالية الموجودة فيها بشكل شفاف وبشكل محترم، تكون الدولة فيها أيضا دور الميسر. هذا القانون جاري الحوار حوالين مجموعة من المسودات، شكلنا مجموعة من 5 لتضع مسودة واحدة تكون جاهزة للعرض على مجلس النواب. أخيرا عاوز أقول لحضرتك التشريعات اللي حضرتك ذكرتها في معرض كلامي، بنتكلم عن تشريع لتطوير المعاشات والمساعدات الضمانية، تشريع موحد للتأمينات والمعاشات، تشريع لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية علشان نطلق قدراتها ونمكنها من العمل بشفافية أكبر، قاعدة بيانات للمستفيدين من كل الخدمات الدعم موحدة مرتبطة ببعضها محدثة ومطبقة، وقاعدة بيانات أيضا للجمعيات الأهلية وبورتل تشرح فيه وتطرح فيه أنشطتها ومجهوداتها، تنشر ميزانياتها، تبين إسهاماتها في خدمة المجتمع، وأيضا بناء لقدرات العاملين هذه الجمعيات.